السادس من يناير من عام 2001، استقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ببيت البركة، حيث أطلع عرفات جلالته على الوضع في الأراضي المحتلة والمساعي المبذولة آنذاك لإنقاذ عملية السلام في ضوء المفاوضات التي كان قد أجراها بالولايات المتحدة والقاهرة. واستمع عرفات إلى آراء جلالته حول السبل التي يمكن من خلالها دفع المسيرة السلمية وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.